ايش فيك يا سلامة تمشين شي مثل الرجل الآلي؟ هي. كم يوم ليش وانتي على هالحالة؟ وليش ما شفت الدكتور؟ هي. كلنا نصاب آلام الظهر لأسباب مختلفة، من النوم الغلط للجلوس الغلط، يعني في معظم الأحيان احنا نسبب أرواحنا آلام الظهر اللي هو ثاني سبب لزيارة الطبيب بعد أمراض الجهاز التنفسي. أه. واللي عندهم آلام الظهر يشكلون نسبة 10-15% من المرضى في كل وقت. أه. الأسباب مثل ما تعرفون كثيرة، مثل الإجهاد العضلي وحمل الأغراض الثقيلة، الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة وفي وضعيات خاطئة، الانزلاق الغضروفي وبعض الأمراض مثل الالتهابات وداء المفاصل. أه. وأكيد ما نقدر ننسى الوزن الزايد. ولا تخافين يا سلامة، معظم حالات آلام الظهر تستمر أقل من أسبوعين، وفي 90% من الحالات الآلام تتلاشى خلال 6 أسابيع بدون مضاعفات. ولا تنسين أن النشاط البدني بعد يساعد على تخفيف الألم وسرعة التعافي. أما إذا استمر الألم أكثر من 6 أسابيع ويا حمى أو صار في صعوبة في المشي أو خدر أو تنميم في الأطراف، فضروري زيارة الطبيب. وعساكم دوم صحة وسعادة.